إمكانية لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الكبرى ضمن أجندة الحكومة، خيار يضع المؤسسة الجزائرية أمام تحدي فرض وجودها. المزيد في تقرير سلاف دعماش وإبراهيم غطاس. يبدو أن ورقة طريق حكومة سلال أربعة لزيادة حجم المداخيل سقطت في الماء، ففشل سياسة استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية دفع الحكومة للتفكير في الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الضخمة. الجزائر وعلى لسان وزير التجارة تحدثت عن إمكانية اللجوء للاستدانة الخارجية من الصين، فكما كان متوقعا الجزائر ستطرق أبواب المديونية الخارجية، أمر اعتبره الخبراء بالخطير، ولابد من التوجه للشراكة التمويلية للمشاريع الكبرى لتجنب سيناريو التسعينيات. الاستدانة عمرها ما كانت عيب، لكن حذاري حذاري ردوا بالنا فيه، يعني نروج ما لازمش نفوتوها، لكن مرة أخرى نحذر اخواني في الحكومه ما يروحوش يتكلموا على الاستدانه، بل يتكلموا على مشاركه في تمويل مشاريع في اطار مشاركه دوليه. توجه الحكومه للاستدانه الخارجيه وبعيدا عن ايجابيات وسلبيات الخيار، يضع المؤسسات الجزائريه سواء العموميه او الخاصه امام تحدي فرض وجودها. احنا في نغطي 59% من السوق الجزائري البطاقه الانتاجيه اللي تكلمنا عليها انفا، وهي 11 مليون و500 ألف طن سنويا، وبالتوسعات سنصل إلى 23 مليون طن سنويا إن شاء الله. في أفق 2018 يكون اكتفاء تاع السوق، وفي أفق 2020 سنصدر. نجاح الجزائر في القضاء على المديونية في عهد البحبوحة المالية عبر استراتيجية الدفع المسبق سيعطيها هامش مناورة في انتظار أي تطورات على الصعيد الاقتصادي. يبدو أن تفكير بعض المسؤولين بالحكومة إلى العودة للاستدانة الخارجية من بعض الدول جعل نواب الشعب متشائمين، خاصة في هذا الظرف الذي يمر به الاقتصاد الوطني. تفاصيل أكثر في تقرير محمد بوماجو. بعد أزيد من 9 سنوات من خروج الجزائر من المديونية، عاد الحديث مجددا عن العودة للاستدانة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي، واختارت الحكومة الصين. موقف رآه بعض نواب الشعب أنه قد لا يكون حلا سليما في هذا الوقت، خاصة بعد البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر سابقا. احنا كنواب نحمل المسؤولية إلى الذين تغنوا في يوم من الأيام بهذه البحبوحة ولم يأخذوا بعين الاعتبار أي طارئ من هذه الطوارئ. أين هو مسؤوليتنا في هذه للجهاز التنفيذي اللي كان يسير في الفترة الأخيرة؟ التعامل بالديون، وإن كان سيقتصر هذه المرة على بعض المشاريع ومع بعض الشركاء فقط، قد لا ينعكس سلبا، خاصة إذا كانت الاستدانة مدروسة في مجالات اقتصادية منتجة. المديونية الخارجية إذا كانت مدروسة، إذا كانت عندها أوجه معناتها تصرف أو كما نقول اون لافكت في مجالات معينة اقتصادية منتجة تخلق الثروة وتدفع بعجلة التنمية، هذه المديونية ليست بعيب أو بثقل على عاتق الدولة، بالعكس بل هي إضافة ان بلوس، سيتو ريشيس ان بلوس اللي تدخل في معناتها عجلة الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني الذي يواجه اليوم أخطارا عدة وتراجعا في الإيرادات، فهل ستنجح العودة إلى الاستدانة الخارجية في هذا الظرف بالذات؟ معنا عبر الهاتف مباشرة الخبير الاقتصادي السيد مهماه بوزيان. صباحك سعيد، أهلا بك معنا. وصباحكم أسعد. نعم، لأول مرة ربما يتحدث مسؤول جزائري عن احتمالية لجوء الجزائر للاستدانة، كما تابعنا الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريعها. نستطيع القول أن الجزائر دخلت في مرحلة الخطر؟ حقيقة لعل هذا التصريح الأخير الذي تداولته وسائل الإعلام حول خاصة المصرحة به وزير التجارة أن الجزائر تسعى للاستدانة من الصين، وبرر ذلك بحكم أن الصين تعتبر شريك أساسي للجزائر وكذلك ستكون استدانة بفوائد منخفضة. حقيقة ينبغي أن نوضح شيء، أن الاستدانة هناك شيئين في الاستدانة. الأمر الأول إذا كان الاستدانة للنفقات كما هو حال المواطن، من يستدل ينفق
هذه حقاً سوف تكون مشكلة عظمى. أما الاستدانة لتمويل المشاريع فستكون لها فعل إيجابي، خاصة إذا كانت بمنظور شراكة، أنه ليست فقط استدانة، إنما استدانة أول شيء لتمويل مشاريع، وينبغي أن تكون هناك فاعلية حقيقية في متابعة هذه المشاريع ومشاريع تعود على خلق الثروة في الجزائر. بمعنى ذلك أن نستطيع أن نسدد فيما بعد أصل الدين وكذلك الفائدة، وأيضا أن يتطور هذا القرض إلى شراكة فعلية مع شركاء أجانب مثلا الصين على سبيل المثال، خاصة في مجال الحظيرة السكنية. لكن الآن لعلنا وصلنا إلى نقطة مفصلية في التحول الاقتصادي الجزائري، لأنه فيما قبل كانت الاستدانة مستبعدة جدا، خاصة في ظرف سنة 2015-2016. لكن الآن التفكير إلى الاستدانة يدعونا حقيقة كاقتصاديين، كخبراء، كمقررين، كمنفذين للسياسات العمومية، إلى فتح نقاش حقيقي حول جدوى الذهاب إلى الاستدانة. لأن الاستدانة ليست مشكلة في حد ذاتها، كما قلنا كمثل المواطن الذي أحيانا حتى يكون ثري، لكنه يلتجئ كما هو موجود لدى أرباب العمل، أنه الذي اضطروا أنه يلتجئ إلى البنوك لزيادة حجم استثماراته وتوسيع الاستثمارات، وكذلك لخلق أكبر معدل من الفائدة والثروة. وهذا أيضا حتى بالنسبة للدول، فالدولة ننظر حتى بالنسبة لدول عظمى، هناك دول عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فهي كذلك أنها لها استدانات تقدر بملايير الدولارات، لكن هذه لا تعتبر استدانة بالمفهوم الذي يؤثر على سيد مهما. فقط لو نتحدث عن التعاون الصيني الجزائري، وزير التجارة تحدث عن اللجوء للاستدانة من الصين لتمويل مشاريعها الكبرى، وزير الصناعة والمناجم يكشف عن وحدة لتركيب السيارات الصينية قريبا بالجزائر، لماذا الصين بالذات؟ حقيقة أنتم مشكور على هذا السؤال، لأنه منذ مدة وتحدثنا، وهناك العديد من الخبراء من تحدثوا على أنه من الضروري التوجه نحو العملاق الآسيوي، سواء ما تمثل في سابقا ما يسمى بالنمور الآسيوية أو بالنسبة للصين. لأنه الصين أول شيء الكل يدرك بأن الصين هي حضارة، الصين أمة عظمى، الصين الآن تشكل تهديد حتى بالنسبة لأكبر الاقتصاديات العالمية، الصين شهدت منذ سنوات أكبر معدل للنمو الاقتصادي، الصين آلة اقتصادية كبرى، كذلك حتى بالنسبة لليد العاملة الرخيصة في الصين، الصين تمتلك، لأنه المعلوم الآن حتى بالنسبة لتقليد المنتجات غيرها أن الصين لها قوة كبيرة في 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 هذا الجانب. مع ذلك نحن لا ينبغي أن ننظر إلى التقليد بالجانب السلبي، إنما التقليد معنى ذلك امتلاك التكنولوجيا وامتلاك التقنية، إعادة استخراج سلعة بنفس المميزات أو مميزات مقاربة. لما ننظر إلى الصين بهذا الحجم وبهذه القوة، أعتقد أنه الشراكة مع الصين سوف تكون شراكة حقيقة رابح مع الجزائر، وكذلك حتى بالنسبة لتوسيع هذه الشراكة ليس فقط في الجانب الاقتصادي، حتى بالنسبة للجوارب الاستراتيجية، الجانب الطاقوي، خاصة إذا فكرنا حقيقة في تصدير الغاز المسال، لأنه المعلوم أن الجزائر في عهود سابقة كانت فكرت في المضي على منوال التجربة القطرية في تسويق الغاز المسال إلى الأسواق البعيدة، والصين تعتبر أنه أكبر أسواق المستهلكة للطاقة. لذلك أنا في منظوري أن الشراكة مع الصين وتعميق هذه الشراكة وتفعيلها في جوانب عديدة سوف تعود بالنفع على الجزائر وعلى الاقتصاد الجزائري، وحتى بالنسبة للمواقف الجيوستراتيجية ينبغي أن يكون لنا داعم قوي بحجم الصين كحضارة وكاقتصاد وكشعب. نعم. طيب سيد مهما، صندوق النقد الدولي أفاد بأن الجزائر ستلجأ خلال سنة 2020 ستلجأ للاستدانة الخارجية، حيث سيحتوي احتياطها حسب التقرير احتياطها الصرفي إلى 150 مليار دولار، وسوف تلجأ إليه في هذه السنوات. كيف تفسر ذلك خبير اقتصادي؟ أنا بالنسبة لي حقيقة لما ينبغي أن نقرأ تقارير الاقتصاد الدولي في إطار التغير في المتغير الزمني،
لأنه لو ننظر فقط إلى السنة الحالية 2015 أنه صدرت هناك العديد من تقارير يعني الدورية عن 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 هذا البنك، وكذلك أنه تمت مراجعة الأرقام سواء في بالنسبة لنسبة النمو للدول أو نسبة النمو على المستوى الشهوي أو العالمي. لذلك أنا أعتقد أنه لما ننظر إلى مننا إلى على أربع سنوات 2020 لا ينبغي أن نأخذ هذا التقرير حقيقة على 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 محمل الحقيقة اليقينية، ينبغي أن نأخذ حقيقة على محمل الجد. معنى ذلك أن نحاول فعلا أن نستفيد مما هو متاح حاليا أمامنا لإنعاش اقتصادنا وحتى نتجاوز سنة 2016 و2017 بخير، وأن حقيقة يكون لدينا إقلاع اقتصادي في حدود سنة 2019 ونكون بمنع عن المديونية. لكن إذا أعطينا الفرصة لتوافر العناصر التي تحدث على هذا التقرير فسوف نذهب الى هذه الخلاصه التي خلص اليها التقرير. لذلك انا في منظوري انه عوامل تجنب هذا الملجا هو ما زال بين ايدينا، وهناك من العناصر الاقتصاديه ما يستطيع ان يتيح لنا اقلاع اقتصادي من جديد في حدود سنه 2019 ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد بوزيان مهمه الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشره، وشكرا على المجهودات التي بذلتها، نعلم انك في الطريق، يومك سعيد وشكرا. كل شكر لكم. إذن بعد أن أصبحت الصين الممول الأول للجزائر بالواردات بنسبة 10 مليار دولار، ها هي اليوم تضيف مختلف استثماراتها في المشاريع الوطنية من خلال إنشاء مصنع لتركيب السيارات الصينية بالجزائر. في التقرير سوريا شعلل. مونتاج دي فيكول il y a une demande qui est exprimée par les entreprises chinoises. Nous les soutenons dans cette demande. Nous les accompagnerons dans ce domaine. يبدو أن فكرة إنجاز مصانع لتركيب السيارات بالجزائر بدأت تستقطب المستثمرين الآسيويين، فبعد رونو والحديث عن مصنع بيجو مستقبلا، ها هي الصين تعلن عن مشروع إنجاز مصنع لتركيب السيارات بالجزائر، بعد أن كانت فرنسا تتصدر ولوقت طويل قائمة مموني الجزائر بالواردات، قفزت الصين للمرتبة الأولى، ما جعل الحكومة تقابلها بحقيبة من المشاريع التجارية لاكتساح الأسواق العربية والأجنبية. يمكن لبلدينا أن يذهب سويا نحو الأسواق الإفريقية أولا وأيضا كل أسواق منطقة الحوض المتوسط. opportunité qui est très très intéressante c'est de s'ouvrir vers le commerce international. سلة أخرى من المشاريع الاستثمارية الصينية المباشرة بالجزائر، على رأسها الصناعة في مختلف المجالات ومشاريع لاستغلال الثروات المنجمية. Entre nous, le lancement du grand port du centre. Nous avons entre nous le lancement du grand projet de Garjbilet pour transformer le fer pour toutes nos politiques futures. On a aussi d'autres projets qui est la transformation du phosphate. سنعمل على إقامة شراكات عدة في مجال الصناعة والمقاولات وبناء البنى التحتية، ونحن على استعداد لتمويل هذه المشاريع. سنعمل على جلب شركات الإسمنت إلى الجزائر وخفض أسعارها. المزايا الجمركية والجبائية الجديدة ساهمت في تشجيع المتعاملين الصينيين للاستثمار بالجزائر. أنا مرتاح كثيرا لهذه الشراكة، خاصة مع استفادتنا من عدة مزايا، منحنا تحفيزات لإقامة شركة صينية هنا بالجزائر، حيث هناك ثقة مطلقة بين الطرفين. مشاريع الحكومة الأخيرة تبقى مرهونة بمدى التزامها بتطبيق التسهيلات التي وعدت بها المستثمرين في ظل حاجة الجزائر إلى الاستثمار أكثر من أي وقت مضى. اقتصاديا دائما، أصبح فتح المجال للاستثمار في مجال الأدوية بالجزائر يسيل لعاب الأجانب، حيث قام مجمع الصناعي الفرنسي سانوفي لثالث مرة بتدشيني أكبر مركب لصناعة الأدوية. نتابع تفاصيل مع فوزية مسعدي. الاستثمار في مجال صناعة الأدوية بالجزائر لطالما حظي بأهمية كبرى المؤسسات الأجنبية المختصة في هذا المجال. المجمع الصناعي الفرنسي سانوفي أحد هؤلاء المستثمرين الذين استقطبتهم السوق الجزائرية بتدشينها أكبر مركب لصناعة الأدوية في إفريقيا والشرق الأوسط.
sur ce site, donc une partie importée qui représentera 20% de ce que nous commercialiserons et une partie fabriquée en Algérie qui représentera 80% de ce que nous commercialiserons. Donc aujourd'hui, Sanofi en Algérie fabrique, produit en Algérie donc 50% de ce que nous commercialisons. المصنع الذي يعد الثالث على التوالي لشركة سانوفي الجزائر يعد أهم استثمار أجنبي في مجال صناعة الصيدلانية سيساهم في تلبية الحاجية السوق الوطنية. Absolument pas. En fait, Sanofi est présent en Algérie depuis 25 ans. Donc au travers de deux entités juridiques, une entité qui est 100% Sanofi, qui a été créée il y a plus de 20 ans, et une deuxième entité, Winthrop Pharma Saïdal, qui est en partenariat avec le groupe Saïdal. اليوم على حساب رزنامة المشروع الإنتاج الأولي للمشروع هو في 2017. دعم تعاون الثنائي الجزائري الفرنسي في هذا المجال من شأنه أن يساهم في نقل الخبرة الأجنبية إلى المختصين الجزائريين. سانوفي هي يعني شراكه يعني داخله في اطار اولويات تاع وزاره الصحه اللي هي التشخيص المبكر لبعض الامراض المزمنه. هو اذا نموذج عن تواصل استقطاب السوق الجزائريه للاستثمارات الاجنبيه في انتظار وضع خطه استراتيجيه تمنح اولويه التشجيع للمستثمرين المحليين.